استاذ ديمتري، احنا كنا يعني كان قطاع واسع من المراقبين والمتابعين بيراهن على الاطاحه بنتنياهو قبل 7 اكتوبر عن طريق القضاء والمحكمه العليا الاسرائيليه وقضايا الفساد المتهم فيها والمحاكمات، وكان هناك مظاهرات شبه يوميه ثم مظاهرات كبرى اسبوعيه كادت ان تبث يعني لدى المراقبين املا في الاطاحه بنتنياهو. جت احداث 7 اكتوبر وما تلاها، الرهان على ضغط اسرائيلي داخلي من قبل اسر الاسرى الرهائن، فضلا على المعارضه الاسرائيليه، فضلا على المظاهرات الشعبيه الكبيره داخل تل ابيب بعضها ضد نتنياهو وبعضها ضد الحرب. لكن كل هذا لا يمكن الرهان عليه، يعني حتى الرهان على تغيير من قلب اسرائيل فقد معناه. هو النزاع كان في فترة الثورة ضد محاولات التغول على القضاء، كان هناك صراع ونزاع ما بين يمين متدين متطرف وبين يمين أقل تدينا لكنه أيضا متطرف، أي أن النزاع هو بين جانبان يمينيان متطرفان فاشيان، يعني بين الأزرق والأزرق الداكن، يعني مش فروق كبير. نعم. والآن لا تجد بأن أي خلاف الآن موجود في شارع دولة الاحتلال الإسرائيلي أو أي تظاهرات والتي تزداد يوما بعد يوم، لا تجدها مبنية على القيم الإنسانية أو على الأخلاق أو على مبادئ حقوق الإنسان، تجدها على نزاعات سياسية في إطار دموي إبادي فكري واحد. يعني لا نستطيع أن نقول بأن المعارضة هي أقل دموية وأقل يمينية من نتنياهو. نعم، هي أقل تطرفا بالمفاهيم الأيديولوجية الصهيونية، لكن على واقعنا اليومي، على واقعنا العسكري بالنسبة لحرب الإبادة، تجد بأنهم جميعا لا يختلفون كثيرا. بدليل أن أول من دافع عن نتنياهو حينما رفع المدعى عام الجنايات الدولية توصية باستخراج قرار لإلقاء القبض على نتنياهو ووزير حربه، أول من دافع هو لبيد والباقي عصابة المعارضة. أي أن النزاع ليس نهائيا على أي شيء ذات قيمة إنسانية، بل هو نزاع سياسي لمن سيقود حرب الإبادة ومن سيقود الاحتلال ومن سيقود المزيد من القمع. طب دي مهم، نقطة مهمة أستاذ ديمتري. احنا بنشوف المظاهرات أوقفوا الحرب، نتنياهو مجنون، حضرتك بتقول لي انه ده مش فكرة دعم لقيمة إنسانية ولا دفع للسلام ولا اعتراف بحل الدولتين، ده نتيجة اختلاف مع نتنياهو. يعني لو حتى بزوال نتنياهو أو خروجه من المشهد، لا يعني هذا حلا أو انفراجا؟ ليس هناك في أي من برامج الأحزاب المعارضة أو الحكومة الحالية الكبرى المؤثرة ذات الامتداد الشعبي في دولة الاحتلال الإسرائيلي ما يشير إلى التوجه نحو حل الدولتين بالمفهوم بحسب القوانين الدولية. هناك حلول كثيرة، منها الكانتونات، منها الجيتوهات، منها لا شيء، منها الترانسفر، التهجير القسري، وكلها. لكن الحديث عن دولتان بالمفهوم القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، هذا غير موجود في برنامج أي من هذه الأطراف وحتى الأحزاب اليسارية. وهذه مشكلة يعاني منها الكثير من الشعوب حول العالم والسياسيين حول العالم، بأنهم حينما يريدون أن يقاومون فكرا متطرفا يقارعونه في ملعبه وحلبته. صحيح. أي حينما حاول حزب العمل مثلا في دولة الاحتلال الإسرائيلي أن يقارع الليكود، ذهب باتجاه التطرف وكأنه سيستطيع أن يغلب الليكود في هذه المعركة. وأيضا عندنا في أحزابنا، نحن حينما نريد أن نحارب التطرف تجدنا نقارعه في حلبته. فمثلا إذا أردت أن أحارب أو أبارز الملاكم مايك تايسون فعلا وأريد أن أغلبه، لا أذهب وأبارزه في الملاكمة، أذهب وأبارزه في الشطرنج مثلا فسأغلبه، لكن في الملاكمة لا أستطيع. هذه الغلطات لا نتعلم منها ولا هم في دولة الاحتلال يتعلمون منها. دولة الاحتلال الإسرائيلي بحاجة إلى من
يصعق الشارع في دولة الاحتلال الإسرائيلي بالواقع ويحارب هذا النهج المتطرف المتنامي يوما بعد يوم. تصور في دولة الاحتلال الإسرائيلي 96% من الشارع في دولة الاحتلال الإسرائيلي يريدون إما أن يكملوا في حرب الإبادة أو يعتقدون أن مستوى التدمير والقتل كافي، وأكثر من نصف 96% يعتقدون بأن ما يستخدم من قوة ليس كافيا. فنحن نتحدث عن مفاهيم وقيم مجتمعية دموية عنصرية تجرد الإنسان الفلسطيني من إنسانيته، لذلك بالنسبة لهم من السهل أن ينجروا خلف نتنياهو وأفكاره الأمريكية الصهيونية بالمفاهيم الأمريكية التي زرعها ونشرها من خلال المؤسسات خلال فترة حكمه الطويلة. ولا يوجد لغاية اليوم في دولة الاحتلال الإسرائيلي أي زعيم أو أي قائد أو نواة أو مشروع قائد أو قائدة يمكن أن يهز هذا الشارع ويعود به إلى الواقع والقيم الإنسانية التي افتقدها المجتمع بشكل كامل.